جرت اتصالات هاتفية هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وتم خلال هذا الاتصال تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، دعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين، على شعب المملكة العربية السعودية الشقيقة باليمن والخير والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والتقدم.